بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المستمعين الكرام، المستمعات الكريمات، مساء الخير. أرجو من الله أن تكونوا على خير، وأرجو من الله أن تلميذاتنا العزيزات وتلاميذنا الأعزاء في علوم المهندس في الأقسام التحضيرية أن يكونوا قد وفقوا في مباراة الثقافة العربية والترجمة، وكذلك في غيرها من المباراة في المواد الأخرى. مرحبا بكم في قناة الثقافة العربية والترجمة، معكم نور الدين حالي، أستاذ مبرز مادة الثقافة العربية والترجمة، مدرس هذه المادة بمركز الأقسام التحضيرية عبد الكريم الخطابي بمدينة الناظور. أرحب بكم في إطار تتبع يعني الأنشطة التي أقوم بها على متن هذه القناة، ويشرفني أن أقدم لكم فيما يلي المباراة الوطنية المشتركة في دورة 2021. Donc je vais vous présenter le CNC 2021. Bien sûr, donc le programme dans le cadre duquel a été édité ou a été publié cette version du CNC 2021, c'est celui des MP, PSI, ETSI. Voilà, donc tout d'abord, l'objectif général de cette séance et de traiter un CNC de manière méthodologique ou bien méthodique, de manière méthodique. Bien, je vous présente ici donc le CNC 2021, concours national commun d'admission dans les établissements de formation d'ingénieurs et établissements assimilés. Donc la présidence de ce CNC était rendu en honneur à المدرسة الحسنية للأشغال العمومية l'école Hassania des travaux publics.
Voilà, donc je vais vous présenter l'épreuve de culture arabe et traduction pour les filières MP, PSI et TSI. Donc, comme vous savez déjà, donc d'ailleurs comme le CNAIM, le CNC a axé sur trois activités, la version, le thème et l'expression écrite arabe. Pour la méthodologie, donc premièrement, passons tout d'abord à la lecture de l'épreuve. Ta'rib, les intellectuels et le pouvoir. Ce que les intellectuels ont découvert depuis la poussée récente, c'est que les masses n'ont pas besoin d'eux pour savoir. Elles savent parfaitement, clairement, beaucoup mieux qu'eux. Et elles le disent fort bien. Mais il existe un système de pouvoir qui barre, interdit, invalide ce discours et ce savoir. Pouvoir qui n'est pas seulement dans les instances supérieures de la censure, mais qui s'enfonce très profondément, très subitement, dans tout le réseau de la société. Eux-mêmes, intellectuels, font partie de ce système du pouvoir. L'idée qu'ils sont les agents de la conscience et du discours fait elle-même partie de ce système. Le rôle de l'intellectuel n'est plus de se placer un peu en avant ou un peu à côté pour dire la vérité muette de tous. C'est plutôt de lutter contre les formes de pouvoir, là où il en est à la fois l'objet et l'instrument, dans l'ordre du savoir, de la vérité, de la conscience, du discours. Les intellectuels et le pouvoir, Michel Foucault et Gilles Deleuze. L'Arc, numéro 49, deuxième trimestre 1972, double page 3 et 10. التعريب. اللغة الإفريقية والاستعمار يبدو قدرا لإفريقيا أن يحدد مصيرها دائما حول طاولات المؤتمر في عواصم العالم الغربي، فإن انحطاطها من مجتمعات تحكم نفسها إلى مستعمرات تقرر في برلين، كما أن انتقالها الأخير إلى مستعمرات جديدة مع الحدود ذاتها قد تم التفاوض بشأنه حول الطاولات نفسها في لندن وباريس وبروكسل ولشبونة. لقد كان التقسيم البرليني الذي ما يزال قائما في إفريقيا تقسيما اقتصاديا وسياسيا واضحا، بالرغم من ادعاءات الدبلوماسيين حملت الأناجيل، لكنه كان أيضا تقسيما ثقافيا، إذ رأت برلين عام 1884 أن تقسيم إفريقيا على مختلف لغات الدول الكبرى الأوروبية هكذا كان على البلدان الإفريقية باعتبارها مستعمرات ومستعمرات جديدة اليوم أن تعرف ذاتها وتعينها في شروط لغات وتعينها في شروط لغات أوروبا. بلدان إفريقية ناطقة بالإنجليزية، ناطقة بالفرنسية أو ناطقة بالبرتغالية. ومن سوء الحظ أن نرى الكتاب الذين كان عليهم أن يرسموا سبل النفاذ في ذلك التطويق اللغوي لقاراتهم، من سوء الحظ أن نراهم يعرفون ويعرف أنفسهم في شروط لغات الفرض الاستعماري، وهم حتى في أقصى مواقفهم راديكالية وإفريقية في المشاعر وجلاء المشكلات، فإنهم يرونها حقيقة مقررة أن انبعاث الثقافات الإفريقية يكمن في لغات أوروبا. تصفية استعمار العقل، دار التكوين، سوريا، الصفحتين 2021. التعبير الكتابي، في رأيك هل يمكن انبعاث الثقافة الإفريقية من لغات أوروبية؟ هل يمكن انبعاث الثقافة الإفريقية من لغات أوروبية؟ ملاحظة المنهجية، إذا كنت قد يعني كنا قد تعرضنا لها في حصص سابقة، فقط أمرر الفيديو. نعم، اقتراح عناصر إجابة، تعريب. En même temps, vous comparez, vous critiquez les traductions. المثقفون والسلطة. إنما اكتشفه المثقفون
منذ الانتفاضة الجديدة هو أن الجماهير لم تعد في حاجة إليهم لتعرف، فهذه الجماهير تعرف تماما وبوضوح، بل وأفضل منهم، وتصدح بذلك بقوة، بيد أنه توجد سلطة تعيق هذا الخطاب وهذه المعرفة وتمنعهما وتعرقلهما، سلطة لا تقبع فقط في الهيئات العليا للرقابة، بل تنفذ بدقة إلى أعماق الشبكة الاجتماعية كلها. والمثقفون أنفسهم يشكلون جزءا من نظام الحكم هذا، ودور المثقف لم يعود في التموقع هناك إلى الأمام قليلا أو إلى الجانب شيئا ما من أجل أن يصرح بالحقيقة الخرصاء بين الجميع. عليه بالأحرى أن يناضل ضد أشكال السلطة حيث يكون في الآن موضوعا وأداة، وذلك في نظام المعرفة والحقيقة والوعي والخطاب. المثقفون والسلطة، ميشيل فوكو وجيل دولوز، مجلة لارك، عدد 49، الدورة الثانية، 1972، الصفحة 13. مجلة لارك، نضيف مجلة، ولكن لارك لا يمكن أن نقول مجلة القوس، لأن مجلة القوس غير موجودة في الواقع، وهذا أقوله لطلبتي، وإن كنت غير محق فيمكنكم أن تردوا علي. فمجلة لارك ينبغي أن نترجمها هكذا بالإعارة، on doit utiliser un nombre parce que le nom c'est l'arc et non pas القوس. شكرا لكم. نمر الآن إلى التعجيم. La langue africaine et la colonisation. Il semble que le destin de l'Afrique et que son sort soit toujours décidé autour des tables de congrès dans les capitales occidentales. Ainsi, sa décadence de société autonome à des colonies a été décidée à Berlin. De même, sa dernière transformation en de nouvelles colonies avec les mêmes frontières a été objet de négociations autour du même table à Londres, à Paris, à Bruxelles et à Lisbonne. Le découpage berlinois, qui est encore en vigueur en Afrique, est un découpage économiquement et politiquement bien évident, malgré la prétention des diplomates porteurs des évangiles. Mais elle était également un découpage culturel, dans la mesure où Berlin avait proposé en 1884 que l'Afrique soit découpée selon les diverses langue du grand pays européen. Dès lors, les pays africains, en tant que colonies, nouvelles colonies aujourd'hui, n'avaient pas d'autre choix que de s'identifier dans le cadre de conditions imposées par les langues européennes. Nos pays africains sont anglophones, francophones ou lusophones. Il est malheureux de voir les écrivains qui devaient contribuer à la destruction de ces blocus, de ce blocus linguistique de leur continent. C'est vraiment malheureux de les voir s'identifier en utilisant les langues imposées par le colonialiste. On les voit même dans leur attitude le plus radicalisée à l'égard de la question africaine, dans les émotions, dans les solutions des problèmes. Ils voient comme constat que la résurrection des cultures africaines réside dans les langues de l'Europe. Nguji Watonyo, donc décolonisation de la raison, Dar al-Takwin, Syrie, double page 20-21. Tabir al-Kitabi. الثقافة الإفريقية، هذه المقدمة. الثقافة الإفريقية في عمقها ثقافة انبثقت بعيدا عن المستعمر من رحم مجتمعات إفريقية أصيلة تتداول لغات غير اللغات الأوروبية، لكن المستعمر جاء على خلفية الهيمنة الاقتصادية والثقافية واللغوية أيضا. فهل انبثاق الثقافة الإفريقية لا يمر حتما إلا عبر بوابة لغة المستعمر؟ نعم، في ظل التبعية المقيتة للفكر الاستعماري التي ما زالت الشعوب الإفريقية ترزح تحت نيرها، يتصور الناس أن اللغة الأوروبي هي لغة الانبعاث الثقافي. فالمستعمر عندما رحل خلف وراءه ما به يستبقي على الهيمنة والسلطة والسطوة،
ومن مخلفاته الاستعمار اللغوي بتدعيم لغة المستعمر وفرضها كلغة للتعليم والإدارة وغير ذلك، بيد أن التخلص من التبعية قد يوفر فرصة سانحة تمكن اللغات الوطنية من لعب دور فعال في عملية الانعتاق الثقافي. ومثال الأسيوي حجة قوية في هذا المجال، إذ نرى كيف رفع اليابانيون وغيرهم من قيمة لغاتهم المحلية جنبا إلى جنب على الرقي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي لا ينكره أحد. أقصد الرقي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهذه المجتمعات مثل اليابان إلى غير ذلك. التبعية معضلة، والحل هو تصفية الاستعمار من كيان الأمة الإفريقية من أجل الانعتاق من هذه التبعية، وتمكين اللغات الوطنية من الاضطلاع بمهمتها في انبعاث الثقافة الإفريقية ورقيها. هذا هو التركيب وهذه هي الخاتمة، وسبقها العرض، وفي البداية كانت المقدمة. أترككم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. Thank you.